كل سنة بنحب نقضي وقت على البحر، لكن السنة دي البحر وصل عندنا على بلاش شامبليون. ده اسم المعرض اللي بيستضيفه مركز أكسس للفنون اللي بيجمع 40 فنان وفنانة من مدارس فنية مختلفة. وكان لينا الحظ إننا نعمل لقاء مع الفنانة رانيا خلاف، واحدة من الفنانات المشاركات بالمعرض. المعرض الجماعي ده بلاش شامبليون، دي النسخة الثالثة اللي بشارك فيها، أول مرة شارك فيه، وهو يعني من المعارض المميزة الجماعية، بتعمل كل سنة في فترة الصيف يعني، وبيبقى فيه تيمة خفيفة يعني عن البحر، الحب، يعني كده يعني إنسانيات أكثر منه فكرة معقدة يعني. السنة دي كان مشارك فيه فنانين كتير، حوالي 40 فنان ومن أجيال مختلفة يعني، وسعيدة جدا فعلا بالمشاركة في المعرض ده، لأنه معرض مميز وتقيل يعني. كان هما ثلاثة أوحات، في لوحة منهم فيها يعني تجسيد لشخصيتين، امرأتين يعني، في بحر وراهم بيحاولوا التواصل مع كائنات أو نباتات برية، وفي في الخلفية في امرأة ثالثة، ففي جو كده اللي هو ما بين الخفة والعمق يعني، هما ليه اتنين بس أو واحدة وراهم، في يعني المشهد ممكن يكون بيصير بعض التساؤلات. لا يعني انا لما طلعت ان هشارك يعني كان اللوحه اوريدي موجوده، وهي اصلا انا كنت عاملاها يعني بناء على لوحه برضو قبلها، كانت في ملتقى في الغردقه من سنه، كانوا في ورك شوب، عملت لوحه مشابهه وحبيت الاحساس اللي فيها، فحبيت ان انا اطورها بس بالصدفه يعني ان انا اخترت اللوحه دي ولوحتين كمان المشاركه. فيهم إحساس الانسجام مع البشر، مع الكائنات، مع سواء بر أو بحر. استخدام الالوان الحقيقه دايما بيجيلي الفيدباك من الناس اللي بتشوف شغلي او بتعلق عليه، يعني انه دايما يقولوا لي الالوان اقوى حاجه في اللوحه، يعني بيحسوا شيء معين تجاه الالوان. يعني انا الحقيقه مش ببقى عارفه هستخدم الوان ايه قبل ما ابتدي الشغل، انا بسيب اللوحه هي اللي بتنطق يعني او بتفرض قوانين الوانها، يعني في احد اللوحات اللي فيها امراتين دي او ثلاث نساء فيها فعلا الوان دافئه يعني مسيطر عليها الالوان الدافئه، ومكسوره باللون البحر الازرق. في لوحه ثانيه في المعرض اللي هي عباره عن شخصيات في اطارات وكلهم متصلين ببعض عن طريق زي قطع الحديد كده، عن الكروس كمان، عباره عن زي شبابيك مثلا لو في بيت على اليمين. المهم اللوحة دي ما فيهاش ألوان ساخنة، يعني معظمها ألوان باردة، لون الوشوش أكتر، ولون اتخترت له لون يعني يجمع بين الأزرق والأخضر، يعني يعتبر مش لون ورم يعني كولد شوية، بس ممكن يكون الاختيار ده في اللاوعي، إن فعلا العلاقات دلوقتي في الحياة بقى بيصدها نوع من البرود، وفي احساس بالتفكك رغم ان هم يبدو ان هم كلهم متصلين بشبكه ما سواء اجتماعيه او نفسيه او تجاريه يعني، بس الحقيقه لا هم منفصلين يعني، وكل شخصيه فيهم بتبص على اتجاه مختلف وبتتكلم كلام مختلف وحاسه احساس مختلف، ففي انفصال. اسكندريه شط الهوى، ما اسكندريه رمال الهوى، يا دنيا غاليه وليالي رضيه، احملها بعيني يا شط اسكندريه.
البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه. هو من خلال يوم الافتتاح دايما في اي معرض سواء فردي او جماعي دايما بيبقى فيه اقبال. يعني المعرض ده قبلها الشامبليون كان الافتتاح بتاعه فعلا مزدحم، يعني كان فيه شخصيات كتير بشوفها لأول مرة، يعني في رغم ان انا في المجال يعني، لكن مثلا فنان عماد ابو جرين يعني كنت بقى يعني بتابع شغله لكن اول مرة يعني نلتقي. لا في طبعا في حضور بيبقى قوي جدا في الجمعية اكتر، لانه بيبقى يعني الناس بتيجي الفنانين واصدقائهم كده. فعموما يعني مش شايفة ان في فرق قوي في الاقبال، لكن ممكن يكون في فرق في عن الاول يعني من 5 سنين مثلا حاجة. ممكن يكون في فرق في الاقتناء مثلا، الاقتناء يعني قعدت فترة طويلة كده اللي هو معظم الفنانين بيشتكوا طبعا لان المشاكل الاقتصادية اثرت على الجميع يعني. المشكلة بس اللي بشوفها في الافتتاحات ان معظم اللي بيحضروا الافتتاح هم فنانين، فانا يعني بتمنى ان انا اشوف فئات اخرى من المثقفين، حتى الكتاب نادرا لما بيشوفوا بيجوا يشوفوا معرض الا اذا كان يعني حد مثقف جدا يعني. في النهاية يبقى الفن والوسيلة الوحيدة اللي بتجمع ناس كتير من جميع الأعمار، وبتعطي حياة لأماكن وقصص وحكايات عن البلاج والبحر.